بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة علي، فإنها تهدم الذنوب هدمة. كثيرة هي الروايات والأحاديث اللي يعتمد عليها الشيعة لإثبات إمامة أمير المؤمنين، وكثير من هذه الروايات لها ارتباط بآيات قرآنية، إلا أن كل نص من هذه النصوص لا أهميته وخصوصيته اللي تميزه عن باقي النصوص. على سبيل المثال، حديث الدار اللي بلغاه النبي بعد نزول آية وأنذر عشيرتك الأقربين. هذاك الوقت النبي جمع أقرباءه وقال لهم عن الإمام علي: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الحديث ميزته عن باقي النصوص هو أن تم بلاغه في بداية الدعوة، وهذا الشيء يدل على أن مسألة الإمامة كانت مسألة جدا مهمة، لهذا تم بلاغها من بداية الدعوة مع بلاغ التوحيد والنبوة. فهذا مثال من الأمثلة. مثال ثاني هو حديث الغدير، الحديث المعروف اللي تم بلاغه مع نزول آية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا النص بعد له خصوصية وأهمية تميزة عن باقي النصوص، اللي هو إن هذا الحديث تم بلاغه في آخر الدعوة، فصاير بمثابة الوصية للنبي. النبي قبل ما يتوفى جاء وذكر المؤمنين بولاية الإمام علي وأمرهم بمبايعته، فهذا بعد مثال ثاني. مثال ثالث وأخير هو حديث التصدق بالخاتم، اللي هو حديث مهم جدا يعتمد على الشيعة كثيرا في إثبات إمامة أمير المؤمنين. واللي يميز هذا الحديث عن باقي الأحاديث هو أن الآية اللي نزلت معاه جدا صريحة في مسألة الولاية، على خلاف الروايات والآيات الثانية، على خلاف الآيات الثانية. لاحظ مثلا الآيات الثانية كانت تقول كالتالي: مثلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الآية جدا واضحة أن المسألة مهمة جدا، لكن هل هذا البلاغ اللي مأمور فيه النبي هو يخص الولاية؟ الآية ساكتة عن هذا الموضوع، فاعتمادنا صاير أكثر على الرواية مو على الآية نفسها. ونفس الشيء بالنسبة للآية اللي تقول: وأنذر عشيرتك الأقربين، شنو هو محتوى هذا البلاغ؟ الآية ساكتة عن هذا الموضوع، واعتمادنا صاير أكثر على الرواية. أما بالنسبة لحديث التصدق في الخاتم، فإحنا صاير اعتمادنا أكثر على الآية مو على الرواية، لأن الآية هي اللي صرحت وقالت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمثل ما تشوفون هذه الآية جدا مهمة بالنسبة لنا، خصوصا احنا الشيعة اللي نطالب دائما ان احنا لازم نعرض إمامة أمير المؤمنين من القرآن الكريم. هالمرة احنا عندنا آية جدا مهمة تتكلم عن هذه المسألة بصراحة، فلهذا لأهمية هذه الآية احنا راح نحاول نعطيها حقها الليلة كلها، راح نناقشها ان شاء الله، بس هذه الآية اللي راح نركز عليها وحتى نعطيها حقها من البحث راح نحاول نناقشها من ناحيتين. الناحية الأولى دلالة الآية نفسها على الإمامة، والناحية الثانية شنو هي شبهات أهل السنة والجماعة بخصوص هذه الآية. فهذه اللي راح نحاول نسويه الليلة. نبدأ أول شيء بالنسبة إلى دلالة هذه الآية، شلون الشيعة يستدلون بهذه الآية على مسألة الإمامة. حتى نفهم استدلال الشيعة نحتاج أن نتأمل ونناقش ثلاث مقاطع من الآية. أما المقطع الأول فهو دلالة إنما تدل على شنو، والمقطع الثاني هو معنى وليكم، شنو هو معنى كلمة وليكم، والمقطع الثالث هو القصد في الذين آمنوا، من هم المقصودين في الذين آمنوا. هذه المقاطع الثلاث اللي نحتاج نتوقف عندها. نبدأ أول شيء بالنسبة إلى دلالة إنما، شنو معنى إنما. إنما هي مثل ما يقول اللغويين أداة حصر، ومعنى أداة الحصر هي تثبت ما بعدها وتنفي ما عداه. شنو يعني تثبت ما بعدها وتنفي ما عداه؟ إذا جانا إنسان وسألناه: هل أنت عطشان أو جوعان؟ وهو جاوبنا وقال لنا: إنما أنا عطشان. شنو معنى كلامه هذا؟ معناه أنه هو يثبت على نفسه العطش وينفي عن نفسه الجوع. ما نقدر إذا قال إنما أنا عطشان أقول ترى احتمال هو بعد جوعان، هو ما صرح نقول لا، بما أن استخدم كلمة إنما وهي أداة حصر، إذن هو يثبت لنفسه العطش وينفي عن نفسه الجوع. هذه العبارة إنما أداة حصر تنفي ما تثبت ما بعدها وتنفي ما عداه صرحوا فيها اللغويين. من اللغويين اللي صرحوا في هذا الشيء هو ابن منظور في لسان العرب،
الجزء 13 صفحة 24 هناك يقول: وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يقول ما يبين لك أن المؤمن هو المتضمن لهذه الصفة، وأن من لم يتضمن بهذه الصفة فليس بمؤمن، لأن إنما في كلام العرب تجيء لتثبيت شيء ونفي ما خالفه. هذه العبارة الأولى لابن منظور. العبارة الثانية قالها في صفحة 31 هناك يقول: التهذيب في إنما، قال النحويون: أصلها ما منعت إن من العمل، ومعنى إنما إثبات لما يذكر بعدها ونفي ما سواها. إذن صريح عبارة ابن منظور أن هذه هي دلالة إنما. إذا عرفنا هذا الشيء وعرفنا أن الآية بدأت بأداة الحصر، إذن هي الآية جاية تثبت لنا شيء وتنفي ما عداه. شنو هو الشيء اللي الآية جاية تثبته وتنفي ما عداه؟ الآية تقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن الآية جاية تقول لنا ترى وليكم هو فقط الله والرسول والذين آمنوا، غيرهم ما يعتبرون أولياء بالنسبة لكم. فهني يتبادر إلى الذهن هذا التساؤل: شنو معنى الولاية اللي حصرت في الله وفي الرسول وفي الذين آمنوا؟ بالنسبة للشيعة إذا سألناهم شنو هو معنى الولاية، الشيعة يقولون معنى الولاية هني هو تولي الأمر، وهذا الشيء أخذوه من كلمات اللغويين. لاحظوا مثلا ابن الأثير في النهاية في الغريب الحديث الجزء الخامس صفحة 228 يقول هناك: وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. هذا اللغوي الأول. اللغوي الثاني هو الراغب الأصفهاني، يقول في المفردات في ألفاظ القرآن صفحة 887: وكل من ولي أمر الآخر فهو وليه. إذن هذا اللغوي الثاني بعد يصرح في نفس المسألة أن الولي معناها من يلي أمور الناس. وإحنا نعرف أن كلمة ولي كلمة مشتركة لها معاني عديدة، منها الناصر ومنها المحب، لكن إحنا نصر أن نفسر الآية بالولاية بمعنى الولي اللي يتولى الأمور. ليش؟ لأن نعتقد أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي الوحيد لهذه الآية، لهذه الكلمة وليكم. أما باقي الكلمات من قبيل الناصر والمحب هذه كلها تعتبر معاني مجازية ما يجوز نفسر فيها الكلام إلا بقرينة، وإحنا ما نشوف في أي قرينة في الآية تخلينا نفسرها بالمعاني المجازية. لهذا إحنا مصرين على تفسير الآية شنو بالمعنى الحقيقي. من اللغويين اللي صرح أن المعنى الحقيقي لكلمة وليكم هو تولي الأمر؟ منهم الراغب الأصفهاني. صفحة 885 يقول التالي، يقول: والولاية النصر، والولاية تولي الأمر، وقيل الولاية والولاية نحو الدلالة والدلالة، وحقيقته تولي الأمر. إذن المعنى الحقيقي لا الولاية هو تولي الأمر، لكن بالنسبة لأهل السنة والجماعة يقولون لا، إحنا نفسر هذا بالمعاني المجازية. فالشيعة مصرين على تفسيرها بتولي الأمور، والسنة مصرين على تفسيرها بالنصرة والمحبة. فالسؤال هو: في طريقة لحسم هذا النزاع بين الفريقين في هذه الآية ولا لا؟ الجواب نعم، عندنا طريقة لحسم هذا النزاع بين المسلمين. شنو هي؟ نقول الحل هو في معنى الذين آمنوا، المقطع الثالث من الآية. إذا قدرنا نعرف من هم المقصودون في الذين آمنوا، ذاك الوقت راح نعرف الولاية شنو هي معناها. ليش؟ الجواب هو لأن الذين آمنوا إذا كان معناها كل الذين آمنوا، ذاك الوقت ما عاد نقدر نفسرها بتولي الأمور، لأن ما نقدر نقول أن كل المؤمنين هم أولياء أمور. وإذا جينا إذا عرفنا أن الذين آمنوا معناها بعض الذين آمنوا، فذاك الوقت ما عاد نقدر نفسرها بالنصرة أو المحبة. ليش؟ لأن ذاك الوقت راح يصير معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا، حبوا فقط واستنصروا فقط الله والرسول وبعض الذين آمنوا، مو كلهم. وهذا المعنى ما يستقيم، خصوصا أنه يخالف القرآن اللي يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن إحنا قدام اختيارين: إما راح يكون الآية معناها كل الذين آمنوا، وذاك الوقت راح يصير تفسير السنة هو الصحيح أن معنى الولاية هي المحبة والنصرة، أو راح يكون معنى الذين آمنوا هو بعض الذين آمنوا، المقصود من الذين آمنوا هو بعض الذين آمنوا، وذاك الوقت لازم نفسر الآية على تولي الأمور مو على المحبة والنصرة. فإذا شنو دليلنا إحنا
على أن الذين آمنوا في الآية هو بعض الذين آمنوا مو كلهم. بالنسبة لنا احنا عندنا دليلين، الدليل الأول دليل قرآني والدليل الثاني دليل روائي. بالنسبة إلى الدليل القرآني احنا نقول سياق الآية الدل على أن الذين آمنوا يقصد مقصود فيها بعض الذين آمنوا. ليش؟ نقول لأن الآية ما قالت فقط إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وسكتت، لا، راحت قيدت هذا الشيء وقالت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ما راحت قالت بس الذين يقيمون الصلاة، هذه تنطبق على كل المسلمين، ولا قالت بس الذين يؤتون الزكاة، هذه بعد تنطبق على كل المسلمين، لا، راحت قالت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، اللي هي مسألة مو كل المسلمين يسويها. حتى لو جاء واحد واثنين وقاموا يقلدون هذه المسألة، في النهاية راح يكونون جماعة من المؤمنين، مو كل المؤمنين، لأن أجيال ماتت وما سوت هذا الفعل، بل إحنا نعيش ونموت ومن في الأخير ما نشوف أحد سوى مثل هذا الفعل. فإذا نقول سياق الآية بروحه يدل على أن الذين آمنوا في الآية مقصود بعض الذين آمنوا، هذا هو دليلنا الأول. أما دليلنا الثاني فهو روايات سبب النزول بالنسبة إلى هذه الآية. نبدأ أول شيء بالنسبة للروايات الشيعية. الشيعة عندهم رواية تأكد أن الذين آمنوا هم بعضهم ولا لا؟ نقول نعم، روايات الشيعة بالأسانيد الصحيحة أثبتت أن الذين آمنوا هو الإمام علي لما نتصدق بالخاتم وهو راكع. من هذه الروايات الصحيحة هي الرواية اللي رواها الشيخ الكليني ثقة الإسلام ومفخرته في الجزء الأول صفحة 289 من الكافي الشريف الحديث الرابع. هناك الرواية عن علي بن إبراهيم اللي هو شيخ القميين في زمانه، عن إبراهيم بن هاشم اللي هو أول من أدخل حديث القميين حديث الكوفيين في قم وهو من الثقات، عن ابن أبي عمير اللي هو بخاري الشيعة الكشي يقول أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة اللي نصه الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي على وثاقته وعلى أنه هو من وجهاء الشيعة في زمانه، عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وأبي الجارود اللي هم كلهم كانوا من فقهاء أصحاب الإمام الباقر، اللي كل شخص من هذا الأشخاص يعتبر جبل، فما بالك إذا خمستهم أو ستتهم يروون هذه الرواية عن من؟ عن الإمام الباقر اللي يقول أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي وأنزل عليه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوا على محمد. فالمسألة بالنسبة لنا غاية في الوضوح. الحين تعالوا نشوف بالنسبة لأهل السنة والجماعة هذه الحادثة ثابتة عندهم ولا لا. إذا راجع كتب التفسير عندهم خصوصا الكتب المعنية في التفسير بالمأثور، منهم مثلا تفسير الواحدي أسباب النزول للواحدي، منهم جلال الدين السيوطي مثلا وغيره من المفسرين. هذا إذا راجع رواياتهم لاحظنا كلهم أوردوا لنا رواية في أسباب النزول عن أن هي نازلة في الإمام علي، لكن هذا الشيء إذا نقدمه للسنة، السنة يقولون لا، هذا الشيء هذا الدليل مو كافي لإثبات هذه المسألة. ليش نقول لهم مو كافي؟ يقولون لأن هذه الرواية اللي واردة في كتب أسباب النزول هذه كلها واردة بأسانيد ضعيفة. شلون تعرفون أن هذه كلها أسانيد ضعيفة؟ يقولون أكبر مفسر عندنا اللي هو ابن كثير الدمشقي صاحب تفسير القرآن العظيم، هذا الإنسان الحافظ والرجالي والمفسر، هو جاء لهذه الروايات كلها وضعفها، عرض 10 أسانيد وراح ضعفها كلها، فعلى هذا الأساس هذه الرواية بالنسبة لنا ضعيفة السند. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب احنا نقول لا. احنا لما نروح نراجع كلام ابن كثير في تفسيره لاحظنا فعلا هو عرض 10 أسانيد لهذه الرواية لكنه ما ضعفها كلها، بل كان عنده 3 مواقف اتجاه هذه الروايات العشر. شلون؟ أول موقف كان أنه هو سكت عن بعض هذه الروايات، لا صححها ولا ضعفها، وهذه الروايات إحنا لما راجعناها لقينا أن بعض هذه الروايات صحيحة السند. ثاني موقف بالنسبة لابن كثير هو أنه ضعف بعض هذه الروايات، لكن بعد ما راجعنا تضعيفاته لقينا أنه استعجل في تضعيفه، والحقيقة هذه الروايات اللي هو ضعفها هي روايات صحيحة. أما الموقف الثالث والأخير فإحنا نعتقد أو نحتمل أنه صحح بعض هذه الأسانيد. شلون؟ تعالوا راح نمر على عباراته.
ابن كثير خلنا ناخذ نموذج. اول شيء بالنسبه للروايات اللي سكت عنها، هي الجزء الثاني من تفسيره صفحه 74 الحديث الثاني، هناك قال التالي: قال حدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية. هذا لأن الرواة شلون، ابن كثير سكت ما قال لنا لا ضعيفة ولا صحيحة. فتعالوا خلنا نراجع الرواة شلون حالهم عند أهل السنة. أول واحد أبو سعيد الأشج يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء 12 صفحة 64: الحافظ الإمام الثبت شيخ الوقت، وعنه الجماعة الستة، يعني الكتب الستة البخاري ومسلم وباقي الكتب اعتمدوا على هذا الراوي. قال أبو حاتم الرازي هو إمام أهل زمانه. الراوي الأول ثقة، احنا نروح للراوي الثاني الفضل بن دكين اللي يسمونه أبو نعيم، يقول عن الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء العاشر ترجمة 21 هناك يقول: الحافظ الكبير شيخ الإسلام، حدث عنه البخاري كثيرا وهو من كبار مشيخته. هذا من كبار مشيخة البخاري نفسه، والبخاري اعتمد عليه كثيرا في الصحيح. فهذا الراوي الثاني بعد نشوفه ثقة. عن موسى بن قيس الحضرمي اللي يقول عنه المزي في تهذيب الكمال ترجمة رقم 6293 يلقب عصفور الجنة، وقال يحيى بن معين ثقة. وقال أبو نعيم اللي هو نفسه الفضل بن دكين شيخ البخاري اللي تونا وثقناه، أبو نعيم يقول حدثنا موسى وكان مرضيا، فهو كان يرتضي روايات موسى، فموسى بعد طلع إنسان ثقة. عن آخر راوي اللي هو سلمة بن كهيل، شنو حال سلمة بن كهيل بالنسبة إلى السنة؟ سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء الخامس صفحة 298 ترجمة رقم 142 يقول التالي: الذهبي يقول الإمام الثبت الحافظ قال أحمد بن حنبل متقنا للحديث، قال العجلي تابعي ثقة ثبت في الحديث، قال أبو حاتم ثقة متقن، وقال سفيان الثوري حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركنا من الأركان وشد على قبضته. يعني يقول هذا الرجال غاية في الوثاقة. فإذا كل رواة السند ثقات، شو المشكلة مع هذا السند؟ يقولون سلمة بن كهيل هذا من التابعين، فشلون ينقل الرواية عن النبي؟ فهذا يقولون ترى الظاهر هذا محل ضعف في الرواية. لكن الجواب نقول هذا كلام مو صحيح، هذه رواية صحيحة السند. ليش؟ نقول لأن هذه الرواية ما يسمونها مرسلة بالنسبة إلى السنة، هذه الرواية يسمونها مرسل صحيح. الرواية إذا كانت غاية في الوثاقة إلى ما توصل إلى التابعين، والتابعين يقولون قال رسول الله، بالنسبة لهم هذه الرواية تعتبر مرسل صحيح. والمرسل الصحيح هل هو حجة عند السنة ولا لا؟ نسمع كلام الألباني. الألباني يقول في كتابه الشيباني الجزء الأول صفحة 134 يقول: المرسل الصحيح إسناده حجة وحده عند جمهور الفقهاء. وقال ابن كثير هذا صاحب التفسير: والاحتجاج به مذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، وهو يحكى عن أحمد في رواية. وأما مذهب الشافعي فشرطه في الاحتجاج به معروف، وهو أنه يجيء من وجه آخر ولو مرسلا، فهذا الحديث المرسل صحيح حجة عند المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمة أصول الحديث والفقه. لاحظ كلمة الألباني: وبذلك يظهر لكل منصف أن القول بسقوط الاستدلال بهذا الحديث لمجرد وروده مرسلا هو ساقط. فإذا اللي يرد الحديث المرسل هذا هو اللي كلامه مردود بالنسبة لأهل السنة والجماعة. فهذه أول رواية رواها ابن كثير وسكت عنها، ولقينا أن هذه الرواية صحيحة السند. نروح للمثال الثاني اللي هو الروايات اللي ضعفها ابن كثير، نأخذ منها نموذج واحد اللي هي الرواية الخامسة. ابن كثير يقول: ورواه ابن مردويه عن طريق سفيان الثوري عن أبي سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائما يصلي، فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فنزلت إنما وليكم الله ورسوله. شنو قال ابن كثير وراء هالكلمة؟ الضحاك لم يلقى ابن عباس. معناته الضحاك لما قال ابن عباس في إرسال هني،
فيقول لك الرواية مرسلة ما يجوز الاحتجاج فيها، فلهذا ضعفها ابن كثير. هل هذا التضعيف في محله؟ الجواب لا. ليش؟ نقول لأن بالنسبة لعلماء الحديث، وهذا الشيء مفروغ منه واضح عندهم، الضحاك فعلا روى التفسير عن ابن عباس، وفعلا هو ما التقى مع ابن عباس، لكن مع هذا هم يقبلون روايته. شلون؟ يقولون لأن صج ابن عباس روى هذه التفسيرات كلها عن طريق سعيد بن جبير اللي هو واحد من كبار التابعين الثقات ومن رجال البخاري، روى عن التفسير عن ابن عباس. ليش كان الضحاك ما يروي، ما كان يقول قال سعيد بن جبير عن ابن عباس؟ السبب علماء أهل السنة يقولون لأن كان سعيد بن جبير مطارد من قبل الحجاج، فكان يخاف أنه يصرح فيه. لكن أي رواية الضحاك يقول قال ابن عباس، مباشرة يعرفون أن ترى هذا كلام ابن عباس المروي عن سعيد بن جبير. من صرح بهذه المسألة؟ اللي صرح بهذه المسألة هو ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب الجزء الرابع صفحة 398. هناك يقول التالي: الضحاك لم يلقى ابن عباس، إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. فإذا هذه الرواية مو ضعيفة مثل ما قال ابن كثير، هي رواية بعد مسندة وكل رجالها ثقات. فهذا هو النموذج الثاني. أما النموذج الثالث والأخير، الرواية اللي احنا نحتمل أن ابن كثير صححها، شنو هي الرواية؟ الرواية هي الرواية رقم 6، الرواية السادسة. هناك ابن كثير يقول التالي: وروى ابن مردويه أيضا من طريق محمد بن السائب الكلبي، يقول وهو متروك، عن أبي صالح عن ابن عباس قال خرج رسول الله، وإلى آخر رواية يذكر رواية تصدق بالخاتم. بعدها شنو يروح يقول؟ ابن كثير يقول وهذا إسناد لا يقدح به. هذا الكلام نحصله في طبعة دار المعرفة وفي طبعة المكتبة العصرية، إن ابن كثير وراها مباشرة قال وهذا إسناد لا يقدح به. بالنسبة لأهل السنة والجماعة لا، قالوا لا، العبارة مستحيل تكون كذي صحيحة، لأن ابن كثير في بداية السند قال الرواية مروية عن محمد بن السائب الكلبي وهو متروك، فشلون يكون هذا إسناد لا يقدح به؟ قالوا أكيد العبارة مو كذي، فصار بعض الطبعات تطلع والعبارة هي وهذا إسناد لا يفرح به، فقالوا هذه عبارة تضعيف مو عبارة مدح. لكن احنا نقول لا، هي العبارة مثل ما هي، هذا إسناد لا يقدح به. إنزين شلون عن بداية السند لما قال محمد بن السائد الكلبي أو بن السائب الكلبي وهو متروك، هذا ما يعتبر قدح؟ الجواب لا، هذا ما يعتبر قدح. ليش؟ نقول لأن ابن كثير أدرى أن محمد بن السائب الكلبي مو متروك على إطلاقه، متروك فقط إذا انفرد بالحديث، أما إذا هو روى رواية وغيره بعد رواها فذاك الوقت هذه الرواية مو متروكة. وهني محمد بن السائب الكلبي مو بروحة اللي روى، بل في على الأقل مثل ما روى ابن كثير 9 أسانيد غير إسناد محمد بن السائب الكلبي، فتكون الرواية صحيحة بهذه الطريقة. واللي صرح لنا بهذا المعلومة من هو؟ ابن كثير نفسه. ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 41 هناك يروي رواية الكلبي ويقول وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. فلاحظ الرواية إذا انفرد فيها الكلبي ذاك الوقت ما نقبل روايته. أما في التصدق بالخاتم فعندنا 10 أسانيد بما فيها رواية الكلبي، فتكون الرواية مقبولة. فهذه 3 أسانيد معتبرة عند ابن كثير يمكن الاعتماد عليها. فهذا طريقنا الأول لإثبات أن هذه الحادثة صحيحة بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة. عندنا طريق ثاني لإثبات هذا الشيء؟ الجواب نعم، عندنا طريق ثاني اللي هو مبنى كثرة الطرق. شنو سالفة هذا مبنى كثرة الطرق؟ عند أهل السنة والجماعة إذا جاتهم رواية من عدة طريق وهذه الطرق كان فيها ضعف، لكن الضعف هذا مو واصل لدرجة أن مثلا يقولون الرواة اللي موجودين فيهم كذابين، بل الضعف مثلا أن الإنسان هذا سيء الحفظ أو ما شابه. مثل هذا الضعف إذا جات في هذه الأسانيد وهي كانت كثرة ذاك الوقت، هذه الرواية يقولون هذه الأسانيد تقوي بعضها البعض، ومثل هذه الرواية حجة بالنسبة لنا. هذا المبدأ في أحد صرح فيه؟ نعم، الشيخ ناصر الدين الألباني محدث العصر بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة في كتابة تمام المنة صفحة 31 يقول التالي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على محمد وآل محمد. يقول هناك الألباني من المشهور عند أهل العلم
أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيف، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء الحفظ لا من تهمة في صدقهم أو دينهم. فالمبنى هذا مقبول عند السلفية. باقي حين نعرف أن رواية التصدق بالخاتم ينطبق عليها هذا الشرط ولا لا؟ الجواب نعم. اللي صرح بهذا الشيء هو جلال الدين السيوطي في كتابه اللباب أو لباب النقول صفحة 81، هناك سرد الرواية مو مثل ابن كثير عن طريق 10 طرق، اكتفى بخمسة طرق فقط. قال: أخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن عمار بن ياسر وذكر الرواية، وبعدين قال: وله شواهد عن عبد الرزاق وذكر الرواية، وبعدين قال: وروى ابن مردويه عن وجه آخر عن ابن عباس، وأخرج أيضا عن علي، وأخرج ابن جرير عن مجاهد، وذكر 5 روايات، وبعدين شنو قال؟ فهذه شواهد يقوي بعضها بعضها. فإذا عند جلال الدين السيوطي أن هذه الأسانيد كلها الخمسة بس تقوي بعضها البعض وتصلح للاحتجاج. فإذا إلى هني ثبتنا صحة هذه الرواية عند السنة عن طريقين، إما عن طريق الطرق المعتبرة أو بكثرة الطرق. فعلى هذا الأساس لما نقول هذه الرواية صحيحة عند السنة، ثابتة عند السنة، إحنا ما قاعدين نتكلف، على خلاف اللي يقوله الدكتور عدنان إبراهيم في القنوات الفضائية أو عفوا في خطبة الجمعة اللي موجودة في اليوتيوب، وعلى خلاف كلام عثمان الخميس، وخلاف كلام كثير من العلماء اللي يطلعون في القنوات يقولون الشيعة يبالغون ويجانبون الصواب لمن يقولون أن هذه رواية صحيحة عندنا، هذه رواية مو صحيحة عندنا، كذي يقولون. فمثل ما شفنا الحين لا، الكلام طلع إحنا مو متكلفين فيه، وعندنا الأدلة اللي قدمناها، وهذا الشيء اللي صرحوا فيه أهل السنة والجماعة. أجيب تصريح من واحد من كبار مفسريهم اللي هو الآلوسي في تفسير روح المعاني، أكد لنا هذا المعنى. هو يقول في الجزء السادس صفحة 167، يقول: وغالب الأخباريين يعني العلماء اللي يعتمدون على الأخبار، المفسرين اللي يعتمدون على الأخبار، يقول: وغالب الأخباريين على أن هذه الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه. فإذا المسألة إحنا ما قاعدين نبالغ فيها، هذا الشيء ثابت بالنسبة لأهل السنة والجماعة. فالمقطع الأول من البحث انتهينا منه، الرواية دلالة الآية واضحة على أداة الحصر ومعنى الولي، وثبتنا أن الذين آمنوا هم الإمام علي. فأحين نقدر نقول ترى ما عاد تقدرون تفسرون الآية الذين آمنوا بالمحبة والنصرة، لازم أحين تفسرونها بالولاية اللي هي تولي الأمور. فهذه بالنسبة إلى دلالة الآية انتهينا منها. تعالوا أحين للشبهات اللي موجودة بالنسبة إلى هذه الآية. شنو هي الشبهات اللي موجودة عند أهل السنة والجماعة؟ اللي راجع كلماتهم يشوف العجب العجاب. أول ملاحظة تلاحظها أن الجماعة نزلوا بكل وجودهم العلمي لرد هذه الآية، وهذا خلينا نستشعر أن المسألة بالنسبة لهم فعلا يعني قوية، يعتبرون أن المسألة هذه جدا قوية. لهذا تقريبا كل مفسرينهم، كل محققينهم، كل من ناقش الشيعة ألف وسوى المحاضرات كذا وركز على هذه الآية. لكن العجيب أن لما نتابع ردودهم على هذه الآية نلاحظ أن أغلبها بل كلها مجرد تكلفات واشتباهات، وهذا اللي خلينا نحس أن المسألة فعلا هي عويصة بالنسبة لهم، وتخلينا تذكرنا بالغريق اللي يحاول يتشبث بالحشيش. وهذا الشيء عشان ما يكون مجرد كلام راح نستعرض بعض شبهاتهم، وذاك الوقت نقرر نشوف هل هذه الشبهات يستاهل أن واحد يعتمد عليها حتى يرفع الاستدلال، ولا هي مجرد تكلفات لا أكثر ولا أقل. الشبهات الموجودة عندهم كثيرة، ما راح أعرضها كلها، راح أختار أقوى 4 شبهات بالنسبة لهم، ونشوف شلون الموضوع بالنسبة للشبهات هذه. راح أختار 4 شبهات، شبهتين هي تخص الآية القرآنية وشبهتين تخص الرواية. الشبهة الأولى هي شبهة الفخر الرازي في تفسيره جزء 12 صفحة 30، هناك يجي ناقش دلالة إنما، يقول إنما مو أداة حصر. شلون مو إنما أداة حصر؟ اللغويين صريحين في إن إنما أداة حصر. الفخر الرازي يقول التالي، يقول: أما الوجه الذي عولوا عليه الشيعة يعني، وهو أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، والولاية بمعنى النصرة عامة، فجوابه من وجهين:
الأول لا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة، ولا نسلم أن كلمة إنما للحصر يشكك في بديهيات اللغة حتى يصرف الاستدلال. شنو دليلك؟ يقول والدليل عليه قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، ولا شك أن الحياة الدنيا لها أمثال أخرى سوى هذا المثل. يقول شوفوا المثال مو محصور، مثال الحياة الدنيا في هذا المثل عندها أمثال ثاني، فمعناته شوفوا مو أداة حصر. وقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، ولا شك أن اللعب واللهو قد يحصل في غيرها، فقال شوفوا مو أداة حصر. فهذه هي شبهة ابن الفخر الرازي. هل هذه الشبهة في محلها ولا لا؟ الجواب نقول لا، مو في محلها. أما إن إنما أداة حصر فهذا اللغويين كفونا مؤونة القتال، هم صرحوا أن المسألة هي أداة حصر. لكن حين بالنسبة لهالآيتين اللي هو عرضهم الفخر الرازي شلون نقدر نعالج هالآيتين؟ الجواب نقول كل المسألة أو المسألة وما فيها أن الفخر الرازي اشتبه عليه معنى أو وجه الحصر في الآية، مو أن الآية مو أداة حصر أو ما فيها حصر، الآية فيها حصر لكن وجه هذا الحصر اشتبه على الفخر الرازي. شلون؟ نروح بالنسبة للآية الأولى اللي قالت مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، قال الحياة الدنيا لها أمثال أخرى، نقول ندري لها أمثال أخرى، مو هذا هو وجه الحصر. إنما وجه الحصر إن رب العالمين يقولنا شوفوا هذا المثال اللي أنا ضربته في القرآن، هذا المثال إذا عرفتوه فهمتوا الدنيا كلها، ما تحتاجون إلى مثال ثاني. شلون؟ لاحظوا الآية شو تقول في سورة يونس، يقول إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، إلى ما يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها بعدين أو زخرفها قال بعدين أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فيقول كأن شنو إذا الحياة الدنيا هي مثل الماء إذا نزل على الأرض والأرض خضرت وكذي وبعدين مرة واحدة هذه الخضرة كلها تروح بين يوم وليلة، يقولك ترى هذه هي الدنيا مو أكثر من كذي. فإذا فهمت هالمثال تعرف ترى أن الدنيا ترى صايرة مثل هالطريقة، الواحد يجي ويعمرها ويبنيها وكل شيء ويوم وليلة كل هذا اللي هو بناء يروح. إذا فهمت هذا المثال تفهم الدنيا، وهذا هو وجه الحصر بالنسبة إلى الآية الأولى. أما بالنسبة إلى الآية الثانية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فخر رازي يقول ولا شك أن اللعب واللهو قد يحصل في غيرها، وإحنا نقول له إيه نعم مو هذا هو وجه الحصر في الآية. وجه الحصر في الآية إن هذه الدنيا ما هي إلا لهو ولعب، وهذا الحصر القرآن صرح فيه كثيرا مو في آية واحدة، في أكثر من آية جاء قال مثلا في سورة الأنعام قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وفي سورة العنكبوت قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. فإذا شنو نقول؟ الحصر واضح في الآية، بس تعال الحين شوف شنو هو وجه الحصر، شنو قصد الآية؟ الآية قصدها هي كالتالي، إذا جاءنا إنسان وقال ترى اللعب واللهو حرام أنتوا لازم ما تلعبون ولا تلهون، نقول لا الله قال لنا في القرآن ترى هذه الدنيا ما هي إلا لعب ولهو، الله جابنا عشان نلهو ونلعب وعشان نتكاثر وعشان نبني هذه الأرض ونعمرها وشنو، لكن نسوي هذه كلها الأمور بإيمان وتقوى. إذا سوينا هذه الأمور كلها بإيمان وتقوى ذاك الوقت رب العالمين ما رح يسألنا عن كل هذا النعيم، لكن إذا اتنعمنا في الدنيا من غير إيمان وتقوى ذاك الوقت رح نسأل عن هذه الأمور. شلون؟ لاحظوا الآية هي نفسها تقول التالي إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فإذا نقول هذا الآية هي حصر، بس بلك بس تعرف وجه الحصر من الآية. إذا إشكال الفخر الرازي هو مجرد اشتباه لا أكثر ولا أقل. أما موضوع أن إنما أداة حصر فنقول اللغويين صرحوا بهذه المسألة وانتهت، والآيتين اللي قدمتها هي مجرد شبهة أو مجرد اشتباه. هذا بالنسبة إلى الشبهة الأولى اللي عنده. نروح الحين بالنسبة إلى الشبهة الثانية اللي هي شبهة ابن تيمية على الآية نفسها. ابن تيمية يقول الذين آمنوا جمع والذين يقيمون الصلاة جمع، فما يصير يكون المقصود فيها الإمام علي لأنه مفرد، فيقول الإشكال إشكال لغوي. لاحظوا كلامه، هذه المسألة ما مر عليها مرور كلام، بنركز عليها أكثر من كتاب ابن كثير لما يجي لهذه المسألة أوائل الأدلة اللي قدمها هو هذا الدليل. يقول مثلا في منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 30 وفي كتابة دقائق التفسير الجزء الثالث صفحة 207
عن هذه الآية يقول عن هذا التفسير: وكذبه بين من وجوه، منها أن قوله الذين صيغة جمع وعلي مفرد. هذه هو الإشكال، إشكال ابن تيمية. شنو الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول الجواب صاحب هذا الإشكال، يعني ما أدري شو نقول عنه، هذا مجرد يعني شو نقول تكلف في الدليل. ليش؟ نقول لأن القرآن الكريم مليء في الآيات اللي رب العالمين يستخدم صيغة الجمع وما يريد فيها إلا المفرد، ومليء بكثير من الآيات اللي رب العالمين يصيغها صيغة مفرد وما يريد فيها إلا الجمع. وعندنا على هذه بدل المثال 10، راح أكتفي بس بمثالين بس حتى نبين أن المسألة غاية في الوضوح، ومع هذا ابن تيمية توقف عندها وأكثر من التركيز على هذه الشبهة. نشوف مثلا بالنسبة إلى الآيات اللي يفرد فيها رب العالمين مع أنه هو يقصد فيها الجمع، شنو هي الآية؟ نفسها هي هذه الآية اللي احنا قاعد نناقشها. الآية قالت إنما وليكم، وليكم مفرد مو أولياءكم بالجمع، وليكم مفرد. إنما وليكم من؟ الله والرسول والذين آمنوا. خطأ لغوي؟ نقول لا، مو خطأ لغوي، أنت تعال الحين افهم شنو القصد من أن رب العالمين أفرد وما أراد فيها للجمع. واحدة من الأمور اللي يقدمون المفسرين يقولون هذه معناها أن الولاية هي هي الولاية عند الذين آمنوا، هي نفس الولاية عند الرسول، وهي نفس الولاية عند الله. لهذا النبي في روايات صحيحة مستدرك الحاكم وغيره يقول: من أطاع عليا فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، من عصى عليا فقد عصاني، من عصاني فقد عصى الله. فولايتهم هي في الحقيقة ولاية واحدة، لهذا رب العالمين أفرد وهو مع أنه كان يقصد الجمع. فهذا مثال. مثال ثاني الجمع اللي يراد به المفرد، منها هذه الآية في سورة الأنعام لما يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخر الآية. نساءنا في الآية من هي المقصود فيها؟ مع أنها جاية بصيغة الجمع. صحيح مسلم حديث رقم 4420 هناك يقول لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، صلوا على محمد. فبنص صحيح مسلم نساءنا في الآية اللي هي جمع ما أريد بها إلا فاطمة، ما في غيرها. فهل هذا إشكال لغوي في القرآن؟ نقول لا، مو إشكال لغوي، تعال أنت حاول صيد القصد من هذا الشيء. فإذا الإشكال اللي قاعد يحطه ابن كثير مجرد تكلف لا أكثر ولا أقل، عفوا ابن تيمية، إشكال ابن تيمية لا أكثر، إنه مجرد تكلف لا أكثر ولا أقل. فهذه الشبهة الثانية. أكو شبهتين القرآنيين انتهينا منهم، نروح حين للشبهتين الثالثة والرابعة اللي هي تخص الرواية نفسها، التصدق بالخاتم. الشبهة الأولى منهم شبهة ابن كثير، عفوا ابن تيمية، أنا ما أشفي نوية ابن كثير لي. ابن تيمية جل هذه الآية على خلاف ابن كثير، مو جاء عرضها وضعف بعض أسانيدها وسكت عن الباقي، لا، جاء بضرس قاطع يقول كل أسانيد هذه الرواية ضعيفة، بل أكثر من كذي يقول هي ضعيفة لدرجة اللي ما في أحد من العلماء الكبار تنزل وروى هذه الرواية في كتابه. شلون؟ نقرأ عبارات ابن تيمية في منهاج السنة جزء الثاني صفحة 30 يقول: وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل. خوش، فإذا هذه الرواية وضعها بعض الكذابين، فالمفروض إذا نروح نشوف الأسانيد نلاقيها دائما مروية عن كذابين، مو مشكلة. هذه المعلومة الأولى من ابن تيمية. المعلومة الثانية يقول في منهاج السنة جزء السابع صفحة 11، هذا المقطع كلش مهم، ابن تيمية يقول: بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي بخصوصه، وأن عليا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع. هذا قاله صفحة 11. صفحة 12 يقول: ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة، ولا ذكر تفاسير أهل البدع. وما ذكر لكم هالرواية ليش؟ لأنه يقول لك البغوي يعرف الصحيح من الضعيف، فما روى هذا الكذب الموضوع. خوش. بعد صفحة 13 يقول: وأما أهل العلم الكبار أهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وابن أبي حاتم
فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات. دع من هو أعلم منهم مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، بل ولا يذكر مثل هذا عند ابن حميد ولا عند عبد الرزاق الصنعاني، مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع ويروي كثيرا من فضائل علي وإن كانت ضعيفة، لكنه أجل قدرا من أن يروي مثل هذا الكذب الظاهر. بعدين صفحة 17 يقول: وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر، ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة، لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيء من أمهات الكتب. هذا كلام ابن تيمية. تعالوا حين نحلله. مشكلتنا ابن تيمية هو التالي، مو الصعوبة في أن أنت تجاوب عليه، الصعوبة هو ما تعرف شو تجاوب وشنو تترك، كل كلامه مغالطات. شوفوا مثلا لما جاء قال لنا أن هذه الرواية ما رواها جماعة من العلماء وسمالنا إياهم، قال لنا مثلا ابن أبي حاتم ما روى هذه الرواية. لما نروح لتفسير ابن أبي حاتم الجزء الرابع صفحة 1162 نلاقيه روى هذه الرواية بأربعة أسانيد، وقال هذه الرواية ما رواها الطبري. لما نروح لتفسير الطبري الجزء السادس صفحة 389 نلاقي أن هذه الرواية مروية هناك بخمسة أسانيد، وقال أن البغوي ما روى هذه الرواية. نروح لتفسير البغوي الجزء الثاني صفحة 47 نلاقي أن روى هذه الرواية بسندين، وقال عبد الرزاق الصنعاني أجل من أنه يروي هذا الكذب الباطل. لكن إذا نروح لتلميذ ابن تيمية اللي هو ابن كثير في تفسيره الجزء الثاني صفحة 73 يروي هذه الرواية عن عبد الرزاق الصنعاني. فالرجال شنو نقدر نقول عنه ما ندري، هل هو معقول أنه جلى هذه الرواية وحكم عليها من غير حتى ما يراجع هذه الكتب؟ الله أعلم. لكن اللي نقدر نقوله هو هذا الواقع. هذا بالنسبة للجماعة اللي هو صرح أنهم ما رووا هذا الحديث. أما بالنسبة إلى أن هذا الحديث رواته كذابين، راح أكتفي بهذه الرواية بس اللي رواها الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، حديث رقم 221 الجزء الأول صفحة 212، روى هذه الرواية بسند جدا صحيح. راوي راوي نمشي عليه ونشوف شلون هذا الحال، فيهم كذاب ولا لا. الراوي الأول هو الحاكم الحسكاني، يقول عن الذهبي في تذكرة الحفاظ ترجم رقم 1032: شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث، وكان معمرا عالي الإسناد. يعني شنو؟ الرجال كان عمره طويل، عاش يمكن فوق 100 سنة، وكان عالي الإسناد، يروي عن ناس صعب الرواية عنهم لأن عمره كان طويل. يروي عن الحسن بن محمد بن عثمان، وفعلا هذا في فاصلة زمنية طويلة ما بينهم، لكن احنا نثبت الاتصال بسبب كلمة الذهبي اللي قال هو معمر عالي الإسناد، وبسبب ان الحاكم الحسكاني انسان ثقة وهو صرح بالسماع، قال حدثني الحسن بن محمد بالبصرة، هذا في رواية رقم 221، وبعد في رواية 852 هناك صرح بالسماع. فإذا الرواية ما فيها إرسال. هني الحاكم الحسكاني يقول عن الحسن محمد بن عثمان اللي وثقه السمعاني في الجزء الرابع صفحة 385 من كتاب الأنساب، هناك قال عنه ثقة نبيل. عن يعقوب بن سفيان اللي قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء 13 ترجمة رقم 106 يقول: الإمام الحافظ الحجة الرحال محدث إقليم فارس. تهذيب الكمال للمزي ترجمة رقم 7088 يتكلم عن نفس الراوي، يقول: هناك كان ممن جمع وصنف وأكثر مع الورع والنسك والصلابة في السنة. يقول: ولما توفى هذا الإنسان العلماء قاموا يحلمون فيه. شنو كانوا يشوفون؟ يقول لك: لما جاء نعي يعقوب بن سفيان رأيته في النوم كأنه في السماء السابعة يحدث وجبريل يستملي عليه. زين، ولعن الله شاك، هذه روايات الجماعة هم ينقلونها. فالرجال غاية في الوثاقة، يروي الرواية عن الفضل بن دكين اللي هو شيخ البخاري اللي وثقناه مساعة، عن سفيان الثوري اللي هو غاية في الوثاقة من أمة الفقه عندهم، كان صاحب مذهب، عن طريقين منصور عن مجاهد عن ابن عباس وكل هذا الانثقات، والطريق الثاني الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وكل هذين من رجال البخاري ومسلم. فوين الكذاب في هذه الرواية؟ الله أعلم. لكن ابن تيمية هذا هو رأيه بالنسبة إلى الحديث، وهذا هو الواقع احنا شفناه. الحين نروح للشبهة الرابعة والأخيرة، شبهة عدنان إبراهيم وشبهة الشيخ عثمان الخميس. هذه الشبهة أنا عند القدماء يعني ما أتذكرنا أنا شايفها، لكن المتأخرين عندهم واجد يركزون عليها. عدنان إبراهيم في اليوتيوب واجد ركز وشنع على الشيعة بسبب هذه الشبهة، ونفس الشيء الشيخ عثمان في المناظرات في المستقلة ركز على هذه الشبهة.
في محاضرات قناة وصال غير قناة وصال كل ما يطلع ويناقشونه في هذه الآية يجيب هذه الشبهة. وفي كتابة حقبة من التاريخ صفحة 192 بعد جاب لنا هذه الشبهة. شنو الشبهة؟ يقول ترى هذه الرواية أن الإمام علي تصدق في الخاتمة وهو يصلي مستحيل نصدقه، هذه طعن في الإمام علي. وين خشوع الإمام علي؟ شلون ينتبه للناس اللي حواليه؟ بما أن انتبه معناته مو خاشع، وإحنا كلنا نقول هو خاشع، إذن مستحيل نصدق هذه المسألة في الإمام علي. أقرأ كلامه بحروفه، يقول: فالله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة شغلا، فكيف نرضى لعلي رضي الله عنه وهو من رؤوس الخاشعين وأئمتهم أو أئمتهم أن يتصدق وهو يصلي؟ كان يستطيع، والأولى أن الإنسان يخشع في صلاته قدر ما يستطيع ويؤخر مثل هذه الأمور إلى ما بعد الصلاة. فهذه هي الإشكال. شنو الجواب عليه للشيخ عثمان ولا الدكتور عدنان إبراهيم؟ نقول هذه إذا كانت مطعنة بالنسبة إلى الإمام علي، لهذا أنتوا رديتوا هذا الحديث، نقول هذا الطعن أجل يثبت فيه رسول الله بالنسبة لكم. ليش؟ لأن الروايات الصحيحة السنية تثبت مثل هذه الأمور إلى رسول الله. فهل في إن إنسان يتجرأ يقول إن رسول الله ما كان خاشع في صلاته لما سوى مثل هذه الأمور؟ لاحظوا هذه الرواية. أول رواية راح أذكر ثلاث أمثلة. أول رواية هي صحيح البخاري حديث رقم 489. عائشة تقول: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار. شو السالفة هني؟ بس سريع. رواية في صحيح مسلم تقول هناك إن إذا ثلاثة أمور إذا مرت قدام الرجل تنقطع صلاته: الكلب والحمار والمرأة. رواية كذي تقول. جماعة من علماء السنة قالوا ترى هذا الكلام صحيح ويفتون فيه، لكن عائشة ردت هذا الحديث، وجماعة من علماء السنة راحوا ومالوا مع رأي عائشة. ابن باز مثلا يقول: لا، عائشة غلطانة والرواية في صحيح مسلم هي الصحيحة. هذا على سبيل المثال، خلاف صاير ما بينهم. هنا هذه الرواية عائشة هي قاعد ترد هذاك الحديث وتقول: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها. كل ما جاء يسجد كان يغمز عائشة. فإحنا نقول وين الخشوع على هالأساس؟ شلون كان ينتبه أن عائشة موجودة؟ فمعناته أنه كأن صلاته ما قاعدة تشغله عن الأمور اللي حواليه. فهذا مثال أول، نطعن في خشوع رسول الله الجواب بالنسبة له. الرواية الثانية سنن الترمذي حديث رقم 367، وهذه الرواية صححها الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم 858. الرواية عن صهيب الرومي يقول: مررت برسول الله وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة، ولا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. فمعناته صهيب مر وسلم والنبي انتبه ورد عليه بالإشارة. نطعن في خشوع رسول الله الجواب لهم. الرواية الثالثة والأخيرة سنن الترمذي حديث رقم 546، صحح هذه الرواية الألباني في صحيح أبي داود رواية رقم 744. الرواية عن عائشة تقول: جئت ورسول الله يصلي. وين؟ النبي في البيت. جئت ورسول الله يصلي في البيت، هي برا البيت وهو داخل البيت، المكان ايش كثر بعيد، والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه. وين الخشوع؟ شلون انتبه لعائشة وهي برا البيت؟ هذه الروايات إذا نقدمها لعدنان إبراهيم وعثمان الخميس ونقول لهم هل نطعن في خشوع رسول الله؟ واضح أنهم ما راح يقبلون هذا مطعن في رسول الله، وراح يدورون الجواب أفضل الأجوبة بالنسبة إلى النبي، صح؟ إحنا نقول هذا اللي لازم نسوي، لا تسرع في تضعيف الحديث، فكر فيه وتأمل فيه ودور الحلول اللي موجودة ذاك الوقت تقول كلامك. وهذا الكلام اللي سواه مو بس احنا نقول، حتى علماء اهل السنه سووا مثل هذا الشيء. منهم مين؟ منهم ابن الجوزي. مين هذا ابن الجوزي؟ ابن الجوزي هذا الانسان اللي يتسرع في تضعيف احاديث الامام علي، وعلماء اهل السنه يصرحون في هذه المساله. ابن تيميه متى ما تضيق عليه الدنيا في تضعيف بعض الاحاديث شو يسوي ذاك الوقت؟ يلجا لابن الجوزي في التضعيف. هذا الانسان اللي يتسرع في التضعيف عرضوا عليه هذه الشبهه، شوفوا شنو جاوب. الآلوسي في تفسير روح المعاني الجزء السادس صفحة 169 يقول التالي: وبلغني أنه قيل لابن الجوزي: كيف تصدق علي كرم الله تعالى وجهه بالخاتم وهو في الصلاة
والظن فيه بل العلم الجازم أن له كرم الله تعالى وجه شغلا شاغلا فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلق بها. وقد حكي مما يؤيد ذلك كثيرا، يقولون لابن الجوزي شلون تعالج هالمشكلة، وترى لا تضعف لنا هالرواية، هذه لها طرق واجد، وفعلا ابن الجوزي ما ضعف هذه الرواية. شنو سوى الآلوسي؟ يقول فأنشأ يقول يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الناس، أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات فهذا واحد الناس. هذا جواب ابن الجوزي. يقول مو معناته الواحد خاشع في صلاته معناته ما عاد يحس بالأشياء اللي تصير حوله، لا، ما في ملازمة، ممكن الواحد يحس بالأمور اللي حوله وهو متوجه في الصلاة وخاشع فيها، فما في أي تعارض ما بينها. وهذه هي الشبهة الرابعة. فمثل ما تشوفون الشبهات الأربعة كانت ملخصها، أولها إنما مو أداة حصر ولقينا أن هذه مجرد اشتباه، الثاني إن الذين آمنوا الجمع والإمام علي مفرد ولقينا أن هذه مجرد مغالطة، الثالث إن الرواية ضعيفة السند، ما نقدر نعلق على مثل هذا الإشكال لأن ابن تيمية قال أن هالرواية ما موجودة حصلناها، فبعد ما نقدر نقول شيء. أربعة إن هي شلون الإمام علي يسوي مثل هذه الأفعال وهو خاشع، نقول ترى رسول الله سوى مثل هذه الأمور وهو خاشع. فإلى هنا انتهينا من مناقشة الشبهات، مثل ما تشوفون هي مجرد تكلفات لا أكثر ولا أقل. إلى هنا انتهى البحث، راح أختم بهذا الدعاء وبعدين نفتح المجال للأسئلة إذا موجودة. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم فذل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها واكفنا شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح: كل دعاء محبوس ما بين الصلاة ما بين السماء والأرض ما لم يصل العبد على محمد وآل محمد. الله يخليك إن شاء الله. الله يخليك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى وعلى آله الأطهار، وشكرا أستاذ فيصل على هذه الإفاضة الجيدة، وأعتقد أنها كاملة. يعني في ثلاث ملاحظات أقولها بسرعة. تفضل. سألت قبل قليل في آخر كلامك عن ابن الجوزي عن قصدت بابن الجوزي الجد أو الحفيد؟ اللي في صبت الجوزي لا أو جد؟ لا الجد. الصبت سهل، الصبت ما ي... ما يضعف رواية جد شوية يعني متشدد فعلا فعلا صحيح. الجد متشدد صحيح بالضبط. فهو الجد المقصود الجد. السؤال الثاني: إذا كان أهل السنة قد نزلوا بكل وجودهم في رد آية التصدق بالخاتم، سؤال: هل كان منهم بديل في فهم الآية أجل تفسير غير حكيم غير كلام بالنطق؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث وهو بسيط أيضا: محاضرتك تدخل في مجال العقائد، السؤال هنا: هل الكبار مثل الأخوان هل هم الآن بحاجة؟ أنا طبعاً عندي الإجابة، لكن هل هم بحاجة إلى أن يعني يستمعوا لمحاضرة من هذا القبيل؟ إن شاء الله. خوش الله يخليك. السؤال الأول طلع الجد، السؤال الثاني انهم عندهم بديل، الجواب اي نعم، هم قاعد يحاولون يقدمون البديل وهو التالي. اقرا كلام ابن كثير. ابن كثير في التفسير صفحه 74 يقول: وقد تقدم في الاحاديث التي اوردناها ان هذه الايات كلها نزلت في عباد بن الصامت حين تبرأ من حلف اليهود ورضي بولايه الله ورسوله والمؤمنين، ولهذا قال تعالى بعده بعد هذا كله الى اخر الايه. صح، يقول هذا هو البديل. جوابنا عليه نقول أنت اشتبهت، احنا نتكلم عن سورة المائدة الآية 55: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذا كلامنا صح. هو راح للآية رقم 56
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه هي الآية اللي هو راح لها وقال ترى هي هذه البديل. فهو خلط الحابل بالنابل زين، وقام يقول لنا ترى الآية مو في الإمام علي، في عباد بن الصامت، وإحنا نقول ترى قاعد تتكلم عن موضوع غير اللي إحنا نتكلم عنه. فهذه بالنسبة إلى البديل، البديل إيه عندهم يا لكن بديل فاشل. الثالث اللي هو هل الكبار في السن يحتاجون؟ صحيح. إيه هي المشكلة شنو؟ الموضوع كلش ما في عمر، ما في كبار وصغار. اللي قاعد يصير هالأيام إحنا هذه الشبهات قاعد توجه لنا للكبير ولا للصغير، للعالم ولا غير العالم. اللي إحنا قاعد نلاحظ إن أحياناً حتى العلماء أو حتى الكبار في السن يوجه لهم مثل هذه الأسئلة، والأجوبة اللي هم يقدمونها مو أجوبة علمية. لهذا المفروض إن إحنا نستحضر هذه الأدلة دائماً، ولازم نكون حافظين يعني حافظينها. ليش؟ لأن إذا وجه لنا مثل هذه التساؤلات وقمنا نعطي أجوبة غير علمية، ذاك الوقت خلاص الدليل كلامنا ما عاد يكون مقنع، صح؟ فإحنا شلون نقدر نخلي الكل يقدر يقدم الدليل المقنع؟ لازم هذه المسائل نناقشها دائما. فمثلا الكبار الحين المعلومة اليوم تكلمناها ان ترى السنة ضعفوا هذا الحديث، الحين كل واحد يقدر اذا جاء لسني وقال كل علمائنا ضعفوا الحديث مباشرة سيدي اقول لا، ابن كثير ما ضعف كل الحديث. اذا قال لابن تيمية ضعف الحديث قول لا، ابن تيمية قال هذه الاحاديث ما موجودة في الكتب، وهي ترى فعلا موجودة في الكتب. هل معلومة هل كانت هي موجودة قبل المحاضرة عند الناس؟ ما اظن كانت موجودة كذي، صح؟ ففعلا قد ما نناقش هذه المسائل اكثر واكثر نكتشف فيها دهاليز جديده تعيننا في مناقشه السنه. فلهذا فعلا هي مثل هذه المحاضرات يحتاجها الكبير والصغير، ويحتاجها العالم وغير العالم. عندي ملاحظه في الاخير. ما اسمعكم. عندي ملاحظه في الاخير، يعني تمنيت انه لو انت اشرت او نبهت الجماعه إلى أبحاث وكتب العلامة الكبير السيد هاشم، إيه؟ أنه أكثر من الكتاب في المجال العقائدي خاصة الإمامة والمعاد. خوش. إذا عندي ملاحظة على هذا الشيء، للأسف كتب العقائد اللي عندنا اللي تناقش مثل هذه المسائل، عندنا كتب واجد غير العلامة الأميني والمراجعات وكتب التيجاني وكتب شو اسمه السيد علي الميناني، واجد عنده السيد هاشم البحراني والعلامة الحلي بعد كتب في هذه المسألة والشيخ الطوسي، واجد عندنا صح. لكن المشكلة هذه الكتب الاستدلالات اللي يقدمونها كانت تصلح في زمانهم ذاك الوقت، كثير من هذه الاستدلالات ما عاد تصلح في زماننا اليوم. تلاحظ مثلا أغلبهم ما يناقشون أسانيد هذه الروايات، وطريقة عرضهم للجواب مختلف عن طريقتنا اليوم. لهذا اليوم حقيقة احنا نحتاج نعيد صياغة هذه الأدلة ونضيف عليها أمور ما كانت موجودة قبل. من الناس اللي أجادوا في زماننا في هذا الشيء اللي هو السيد كمال الحيدري، هل في زماننا جاء وعرض هذه النوعية من الأدلة بطريقة جديدة اللي تنفع مع السلفية في زماننا؟ أما الكتب الثانية إذا بقول يا ناس روحوا اقروها، حتى بعد ما يقرون احتمال الأدلة اللي يتعلمونها هناك ما تصلح اليوم. فلهذا المفروض ان اذا بنصح اقول لهم مثلا شوفوا كتب العلماء اللي اليوم اللي يناقشون المسائل الجديده بالطريقه الجديده، وهذه حقيقه قله الناس ينعدون على اصابع. الحيدري للاسف هذا البحث ما ناقشه، الايه الولايه ما ناقشه، للاسف ما ناقشه، وما قاعد اشوف واحد يعني بالمستوى اللي يطرح هذه الشبهات يعني بالطريقه الجديده اللي تصلح معنا اليوم. ما اقول ما في موجودين الناس، لكن ما قاعد توصل لهم القنوات الفضائيه ولا قاعد يعطون المجال على المنبر. غالب الأدلة اللي تعرض هي أدلة عامة اللي هي للأسف ما تصلح اليوم. ما تصلح عند مين؟ عند اللي يقعد ويناظر، اللي يقعد ويناظر ويواجه السنة فعلا راح يشوف إشكالات احتمال ما يكون جاهز للجواب عليها. وهذا ما راح تكون إلا إن شاء الله نعرض مثل هذه البحوث.